ماذا يحدث في الحديدة؟ هروب من الفشل أم إعلانه؟ وما موقف الشرعية والتحالف من خطوة تسليم الحوثيين موانئ الحديدة لقوات أخرى تابعة لهم؟ وما سر تماهي الأمم المتحدة مع تحايل الحوثيين على اتفاق السويد؟ أهلا بكم. أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أن فرقا تابعة للجنة إعادة الانتشار تراقب وترصد خطوات الحوثيين الأحادية في الانسحاب من الحديدة وموانئها. رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية الجنرال الدنماركي مايكل أوليسغارد قال في بيان له إن اليوم الأول من إعادة الانتشار القوات التابعة للحوثيين مضى وفق الخطة الموضوعة، وإنه قد جرى مراقبة الموانئ الثلاث في وقت واحد، الصليف ورأس عيسى والحديدة، من قبل فرق الأمم المتحدة. خطوة الحوثيين الأحادية بالخروج من موانئ الحديدة وتسليمها لقوات أخرى تابعة لهم قللت من أهميتها الحكومة الشرعية، فيما عكست ترحيباً وتفاؤلاً أمامياً رغم مخالفتها لاتفاق ستوكهولم بشأن إعادة الانتشار. فما سر الترحيب الأممي بالخطوة؟ هل هي محاولة لتجاوز اتفاق ستوكهولم المتعثر؟ أم إصباء شرعية أممية لسيطرة الحوثيين في الحديدة؟ خاصة مع تجدد الاشتباكات بالتزامن مع خبر الانتشار. خطوة من طرف واحد تتم في الحديدة بعيداً عن آلية اتفاق ستوكهولم. ماذا يحدث في هذه المحافظة؟ خطوات نحو إحياء السلام في اليمن أم التفاف على الاتفاقات الأممية الرامية لإرساء السلام؟ أعلنت الأمم المتحدة انسحاب المسلحين الحوثيين من موانئ الحديدة الثلاثة، وبحسب الأمم المتحدة فإن اليوم الأول لإعادة انتشار قوات ميليشيا الحوثي مضى وفق الخطط الموضوعية. انسحاب الميليشيا من جانب واحد خطوة رآها مراقبون مسرحية حوثية، فالميليشيا التي انسحبت سلمت مواقعها لقوات حوثية أخرى، وليس حسب الاتفاق الأممي الذي يقضي بأن تسلم الموانئ لقوات خفر السواحل التي كانت تسيطر على الموانئ قبل الانقلاب الحوثي. مسرحية لا تختلف عن تلك التي فشلت في فبراير الماضي حين سحبت الميليشيا قواتها واستبدلتها بقوات أخرى تابعة لها، لكن هذه المرة يبدو أنها بضوء أخضر من الأمم المتحدة والدول الكبرى. بعثت الأمم المتحدة تطميناتها في بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقالت إنها ستعمل على تطوير موانئ الحديدة بعد اكتمال إعادة انتشار القوات في محاولة لفرض واقع جديد للميليشيا بغطاء أممي بعيداً عن الشرعية. الحكومة الشرعية شككت في الخطوة الأحادية هذه، واعتبرها رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء صغير بن عزيز خطوة لا قيمة لها ما لم تتم الإجراءات وفقاً لما تم الاتفاق عليه بتحديد المسافات وتفعيل الرقابة المشتركة وإزالة المظاهر المسلحة، كما يجب التحقق أيضاً من قوات خفر السواحل الذين التحقوا بالخدمة وفق القانون واستبعاد الميليشيا من مرافق الدولة. مراوغة وتحايل حوثي على اتفاق ستوكهولم رغم رفض الحكومة الشرعية له، إلا أن ثمة استفهامات وتساؤلات تطرح حول سر تماهي الأمم المتحدة مع السلوك الحوثي ودفاع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون الذي انتقد اليمنيين الرافضين لخطوة تسليم ميليشيا الحوثي موانئ الحديدة لقوات أخرى تابعة لها. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سيكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير بداية دكتور عبد الباقي. مساء الخير. إذن دكتور، كيف تتابع آخر مستجدات ملف الحديدة بعد تسليم الحوثيين للميناء لقوات خفر السواحل بخطوة أحادية الجانب ومباركة أممية؟ هي خطوة تسبق، هناك اجتماع بعد يومين في منتصف الشهر في الأمم المتحدة، هناك تقديم الإحاطة مبعوث الأمم المتحدة لمجلس الأمن، وإذا تابعنا استراتيجية الحوثيين في التعامل مع مجلس الأمن سنلاحظ أنهم دائما يقدمون ذاتهم كأصحاب مشاريع سلام قبيل اجتماعات مجلس الأمن، ولهذا هم وضعوا السلطة الشرعية ودول التحالف في زاوية ضيقة عندما قدموا انسحاب من طرف واحد، وبالتالي أرادوا يمتصوا اجتماع منتصف الشهر، وكذلك يعني التنصل، يعني فتح فرصة للتنصل مما
هذا الانسحاب، لأن انسحاب من طرف واحد غير ملزم خارج الاتفاق. لذلك الأمم المتحدة هناك بريطانيا لا تريد، هي مسؤولة الملف اليمني وتريد أن تواصل مبعوثها لبريطانيا الأصل في نجاح المبعوث بحكم أنها ماسكة الملف وتديره ولها استراتيجيتها في إدارة الحوار، وبالتالي هي وافقت وقدمت الدعم لأنها تريد أي نجاح لهذا المبعوث. الأمم المتحدة خفضت مستوى اللغة وقبلت ذلك، لأن هناك رغبة أو لديها توجه بأن تكون الأمم المتحدة موجودة في الجغرافيا اليمنية وتبدأ تدير هي مسألة السلام لعقد وعقدين، وهذا يتطلب أن تضع الأمم المتحدة يعني وجودها في الجغرافيا. وهنا في اتفاق ستوكهولم لاحظي دور قيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمل التفتيش المؤسسة العامة للموانئ البحر الأحمر إلى آخره والموانئ. يلتزم الأطراف بتسهيل وتمكين عمل الأمم المتحدة في الحديدة. يلتزم الأطراف أيضا العنصر الثاني تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة. يعني هناك توجه للأمم المتحدة والدول الراعية بأن تبدأ تضع قدمها في الجغرافيا ثم تدير عملية تسوية داخل جغرافية المناطق الشمالية تدريجيا، ولكن عندما تضع قدمها ستلاحظين أن هناك يعني رئاسة لجنة المراقبة أممية، هناك أيضا التقرير الأسبوعي، يعني هناك هنا يقول يقدم رئيس لجنة التنسيق على التقارير أسبوعية، بمعنى هنا عملية ضغط متواصلة وعملية رقابة متواصلة ودور الأمم المتحدة حيوي، ليس تقرير تقارير دورية بل أسبوعية. يعني الأمم المتحدة تريد أن تكون في الجغرافيا وبالتالي تريد أي خطوة، ثم أيضا تحافظ على الحوثيين. إذا نحن أمام انخفاض، يعني هل هذا حديثك هو تفسير لاندفاع الأمم المتحدة إذا هذه الخطوة رغم أنها تخالف كل الاتفاق؟ لا علاقة بما حتى نحن أثناء قراءة الاتفاق، هو طبعا الان 6 شهور بعد 6 شهور منذ توقيع ستوكهولم، ثم هنا في شيء غريب، تقع مسؤوليه امن مدينه الحديده وموانئ الحديده والصليف وراس عيسى على عاتق قوات الامن المحليه، وهذه ايضا محل خلاف. قوات الامن المحليه قبل الانقلاب والاخرين قد غيبت، ثم وفقا للقانون اليمني ويجب احترام المسارات القانونيه للسلطه. عندما نقول احترام المسارات القانونية للسلطة يعني أن تخضع للقائد العام للقوات المسلحة، أن تخضع لوزير الداخلية الشرعية، بالتالي هناك مسارات قانونية وبالتالي لكن هذا لم يطبق الآن. هذا كما قلت لك هذه خطوة تكتيكية، ونستطيع أن نتذكر متى يصرح الحوثيين بموافقتهم على مشاريع التسوية. يصرح عندما يكون هناك ضغط دولي، هناك ضغط دولي تم على ممثل الأمم المتحدة من السلطة الشرعية ودول التحالف والرباعية، وهناك أيضا ضغط وهناك قلق بريطاني على مهمة مبعوث الأمم المتحدة الذي لم يستطيع أن يترجم منذ أن استلم مهامه، لم يستطيع أن يحدث شيئا على مستوى الواقع، وبالتالي هناك ضعف أيضا عندنا سلطة شرعية ضعيفة وفاقدة للقرار، نظرا لأن الحوثيين لعبوها صح، بمعنى أنهم وضعوا دول التحالف والسلطة الشرعية بتواطؤ دولي، أقول بتواطؤ دولي، لأن التواطؤ الدولي ناتج عن ماذا يريدوا؟ يريدوا إنقاذ الأمم المتحدة، يريدوا إدخال الأمم المتحدة التي تكون موجودة في الجغرافيا، وبالتالي يصبح في المستقبل كما في أمريكا اللاتينية كما في إفريقيا الأمم المتحدة عندما تدخل تمكث، يعني أنت أمام وجود دولي لعقد عقد نص عقدين تدير العملية موجودة في الجغرافيا. ثم هناك أيضا حتى الرقابة الثلاثية، يقول يعني أنه الطرفين على سبيل المثال وليس الحصر، يعني ما زال نحن سيكون لدينا مراقبين. إذن هذه الاتفاقية هي ثلاثية لو سمحتي، مهم جدا يعني حتى لا نتحدث في الهواء. يعني مثلا يقول أنه هنا في اتفاقية الاتفاق حول مدينة الحديدة آلية تنفيذ تبادل الأسرى، في تبادل الأسرى يعني المسألة لا تحتاج، يقول هذا الاتفاق إنه يعني حق الأسرى ملف إنساني
لا يخضع لأي حسابات سياسية. يعني حتى هذا الأصل، لكن ما يحدث هو العكس تماما. أنا أقصد لك حتى الملف الإنساني، ثم كيف يمكن لنا أن لما يقول انسحب من طرف واحد، إذا كان منعه رئيس اللجنة الرقابة من التحرك في الجغرافيا، ثم انسحاب دون إزالة الغام، وإزالة الغام تحت إشراف اللجنة الثلاثية والأمم المتحدة تحت إشرافها، يعني هذه خطوة لامتصاص اجتماع مجلس الأمن، ومن ثم هي غير ملزمة، لأنه هو كان سيقولون نحن قدمنا التنازل وانسحبنا من طرف واحد، ولكن الطرف الآخر لم، ولكن الأطراف الشرعية التابعة التي ليس لها قرار وتتبع دول العدوان هم من عرقلوا هذه التسبيل. بينما الأمر واضح جدا أنه الأمم المتحدة رئيسة للفريق الثلاثي، يتم التنسيق، فيقول لك هنا شوف يعني التزام بعدم يعني استخدام التعزيزات في هنا مهمة، يلتزم الأطراف بتسهيل وتمكين عمل، هذا لم يلتزم به، يعني نقلوا اجتماعات رئيس اللجنة إلى عدن. اثنين، الذي يريد السلام يثبت نوايا، يعني يعطي الرسائل، إذا كان لديك مشروع سلام عليك أن تعطيني مجموعة من الرسائل التي تعطي نوع من النيات الحسنة، مثلا سهولة الحركة، إيقاف الاشتباكات، التمدد في الأماكن، يعني هذه عمليات. لكن ما يحدث أستاذ دكتور عبد الباقي أن من يعطي إظهار نية حسنة زائد عن اللزوم هي الحكومة الشرعية. نعم، يعني بعدما حدث ليس هناك موقف قوي سوى تغريدة صغيرة لصغير عزيز رئيس لجنة الحكومية، وكذلك حديث خالد اليماني في الشرق الأوسط أثناء إجراء مقابلة معه، يعني لم يكن هناك موقف رسمي واضح. يبدو لي أنه أصبحنا الآن أمام يعني آلية جديدة للتصريحات تمر عبر التغريدات، يعني على شاكلة الرئيس الأمريكي، وهذا خطأ، نحن نريد مواقف رسمية. لكن يبدو لي وفقا لما تم تسريبه أن دول التحالف ضغطت على عدم إصدار بيان، وهذا ناتج عن ضعف السلطة الشرعية التي يعني لماذا لا يصدر بيان؟ يعني ما الذي ستستفيد؟ يعني هل التحالف مستفيدة من هذه الخطوة التي حدثت الانسحاب؟ التحالف في وضعية حرجة للغاية. الدول المهيمنة، وليس المجتمع الدولي، الدول المهيمنة على القرار الدولي تدرك تماما أن، وهي تنسق أيضا، الدول المهيمنة تنسق مع الإمارات بعنصرين، عنصر تهيئة المناطق الجنوبية للاستيلاء عليها، وعودة الأمريكان وبريطانيا إلى الجغرافيا اليمنية في إطار صراع طريق الحرير وفي إطار العودة المباشرة، وبنفس الوقت تركت الدول التحالف ترتكب ملفات وانتهاكات لحقوق الإنسان، هذا يجعل الملف ثقيل ومحل مقايضة، ثم حركت اقتصادها بمبيعات الأسلحة، بالتالي هم مستفيدين من هذا التأخير، مستفيدين أولا أسواق السلاح والخزينة المالية لهذه الدول مملوءة بمليارات الدولارات، تدمير استنزاف المنطقة العربية وإضعافها، حد أنها تصبح القضايا القومية المتعلقة بفلسطين ومتعلقة بالأمن المشترك تصبح دول كلها ذات علاقة قطرية، والدليل على ذلك تجزئة دول الخليج العربي في هذا التوقيت. إذن هنالك تواطؤ غربي، وهناك اتفاقيات أيضا متعلقة بين الإمارات وبريطانيا وأمريكا حول ملف الإرهاب، ولهذا هم يضعوا دائما يعني وجود جماعات موالية. الإمارات تعمل من خلال ما يسمى بإيجاد كيانات موالية لها على شاكلة بريطانيا، يعني تعتمد على القوات المحلية الموالية وترتبها للسيطرة على الجغرافيا والمؤسسات. السلطة الشرعية حتى الآن في وضع حرج، لم يعني تم إضعافها تدريجي، تم تجفيف مصادر يعني تدفق الأموال لها، وهي عندها قدرة من النفط ومن الموانئ ومن الموارد، يعني هناك كمية يعني مبالغ هائلة، هذا الإضعاف أفقدها مكانتها لدى حتى الجماهير اليمنية، أفقدها. ستلاحظين حتى جيشنا في الداخل يطلب من دول التحالف قصف تقديم القصف الجوي، تقديم مش عارف من، كل من دول التحالف. إذن لا يمكن لنا أن نعيد ترتيب هذا الوضع في اليمن على هذه الشاكلة.
حتى اتفاق ستوكهولم نحن تحدثنا من هذه القناة وقلنا أنه اتفاق يخص الجمهورية العربية اليمنية، وهذا في غاية الخطورة، هي غاية الخطورة. الآن تقدم القوات والسمح لها بالتحرك باتجاه المناطق الجنوبية، سيتم بعد ذلك تقديم الدعم وقصف الحوثيين حتى الحد الفاصل بين الشمال والجنوب، وبالتالي أبناء المناطق الجنوبية سيعتبروا أن هذه السلطة تركتهم للحوثيين. سيكون هناك نفور بين يعني شفت الجانب الاجتماعي حتى المحايد يعني ما يسمى بالعلاقات الاجتماعية المحايدة، يعني حتى القبائل والمناطق سيكون بينها نفور، وهذا النفور سيخلق سيعزز النفور الاجتماعي والنفسي من المواطنين حتى في الأطراف غير المزاج الشعبي. هذا أخطر من وجود قوات عسكرية. هذا كله مدروس، والحوثيين يريدون أيضا يريدون الخط الفاصل بين الشمال والجنوب، وبالتالي هم التعز هي ستكون هم يريدون تعز كمنطقة دواعش وإلى آخره. إذن الآن نحن في وضعية حرجة، مجتمع دولي له أطماعه، سلطة شرعية حتى الآن يعني دون استراتيجية، مكانتها مهزوزة في الشارع اليمني، سوقطرة يعني الآن يتم إيجاد أحزمة ونخب فيها دون أي بيان. نحن أمام يعني كارثة وطنية، سلطة شرعية أصبحت خانعة فاقدة للاقتدار. إذن لابد خطوة، إذا كان سلطة شرعية اتخذت موقفا شجاع ولأول مرة عليها إصلاح هذه العلاقة. لا يمكن لنا الحديث عن الحوثي الآن ليس قويا، بمعنى قصدك العلاقة بين دول التحالف والسلطة الشرعية، لأن الآن الحوثي كيف الحوثي يتمكن من هذه المناورة؟ لأنه يدرك أن الإمارات تلعب بالسلطة الشرعية وتضعفها في المناطق الجنوبية. يعرف أن المواطن وهو يساهم، أنا تابعت التقرير قبل قليل، تابعنا قبل قليل كيف أنه هم قادرين يدفعوا مرتبات، قادرين يقدموا الدعم، لكن يراهنوا أيضا على الأزمة الإنسانية لتدخل المجتمع الدولي. يعني الجماعة يلعبوا يعني استراتيجية، يعني يقول لك إحنا لما نخلق كارثة إنسانية في اليمن، نخلق حاجة كوليرا، تدمير بنية تحتية، هذا يجعل كلما دول التحالف تقدمت أو كلما رادوا أن يضغطوا أكثر يقولوا أن اليمن تحت كارثة ومجاعة وإلى آخره، وهو الدول التحالف ساعدت بإطالة الحرب. بالتالي المجتمع الدولي يجد مبرر لإيقاف المعارك وعدم استعادة الجغرافيا وصنعاء. هذا عنصر، الحوثيين يلعبوا على هذا العنصر، وأيضا يعني ينهبوا المال العام، يشكلوا شركات، يخلقوا رأس مال ليدوروا معركة في المستقبل لديهم تمويل. إذن هذا الدول التحالف التي تلعب حتى الآن لتقويض السلطة الشرعية، تقوض السلطة الشرعية، تقوض قرارها، لكن هناك تواطؤ من السلطة الشرعية، تواطؤ. إذن اسمح لنا قبل ذلك دكتور أن تنضم معنا ناشطة سياسية سمية الثور من برلين عبر الهاتف. مساء الخير سمية. مساء النور، رمضان كريم علينا وعليكم. دكتورة، كيف تتابعين انحراف مسار اتفاق السويد في ملف الحديدة وتحويله إلى خطوات أحادية من قبل الحوثيين كما تابعنا، حتى أن بعضهم وصفها بالمسرحية الهزلية؟ طبعا يعني متابعتنا واضح الأمر أنه هناك ضغوطات دولية أكثر من أنها يعني الضغوطات محلية. يعني الحوثيين عندما نرى الأحداث الآن في العلاقات الدولية مثلا بين أوروبا وإيران والملف النووي، نلاحظ أنه كلما اشتدت الأزمة بين أمريكا وإيران أو بين إيران وأوروبا، يكون هناك محاولة لخلق يعني زخم لقضية معينة. والآن أصبحت القضية مثل ما حدث أيضا في اتفاق ستوكهولم، نحن نعرف أنهم لم يذهبوا إلى المشاورات إلا بضغط وإصرار من الاتحاد الأوروبي. ولو لاحظنا الآن هذا نفس الحدث، الآن هناك ضغط شديد على يعني بين قوسين على إيران، ونتيجته يريدوا أن يصوروا للعالم أنه حلفائهم يعني لديهم بادرة للانسحاب. طبعا انسحاب مخالف تماما للاتفاق، والاتفاق الهزلي أصلا يعني البنود الاتفاق نفسها ليس فيها تلك القوة والوضوح التي نستطيع أن نستند إليها ونحكم على الانسحاب أو على
الاتفاقية وتنفيذ بنودها. نعم، لكن كيف تفسرين احتفال مبعوث الأممي بهذه الخطوة وكذلك دبلوماسيون غربيون مثل السفير البريطاني وغيره؟ طبيعي جدا هذا الاحتفال، لأنه نحن نعرف أن هناك جلسة ستنعقد في 15 مايو تقريبا لمجلس الأمن، وهم محتاجون أي شيء، أي يعني مسرحية أو أي يقولوا أنهم تقدموا خطوة، يقولوا أنهم استطاعوا يتقدموا خطوة. طبعا أنا من ناحيتي، أنا كنا نحن اليمنيين كنا الكل نحاول أن نخلق لها الكم الكافي من التفاؤل والطرق والأساليب التي ممكن أن فعلا تحرك هذا الاتفاق وأن ترى النور، لكن بعد أكثر يعني بعد 6 أشهر أو أكثر يعني يحصل مثل هذا الانسحاب يعني الأحادي والانسحاب الغريب يعني الذي ليس له أي معنى على أرض الواقع كما أتصور. بالتالي واضح أنها فعلا المجتمع الدولي محتاج الآن، بالذات بريطانيا والمبعوث محتاج الآن أي شيء يستطيع أن يحيط به مجلس الأمن ويخبرهم بأنه استطاع أن ينجز هذا العمل. فهذا شيء طبيعي، الاحتفاء وال يعني الإشادة بهذا. نعم، يعني لو عدنا لمسألة الضغوط الدولية دكتورة سمية، لما لم يتم الضغط منذ 5 أشهر من التعثر، يعني لماذا يشكل هذا الضغط فقط قبل إحاطة مجلس الأمن بيومين أو يعني بأيام قليلة؟ الحوثيين أتصور أنهم يعرفون بالضبط متى يتحركون، كل شبر وكل سانتي يتحركوا فيه وكل كلام يطرحونه مدروس ومعروف ما هو الهدف منه. أنت اليوم لدينا فعلا هذه الإحاطة، وهم وإيران بالذات لأنها هي المتهمة الأول الآن في تحالفها معهم في اليمن، أو تعتبر هي حليفهم الوحيد في اليمن، محتاجين شيء يبيض صفحتهم، وإن كان غير حقيقي بمساعدة للأسف الشديد من الأمم المتحدة ومن المبعوث ومن الاتحاد الأوروبي وخاصة من بريطانيا. الضغط الدولي ليس ضغطا مباشرا على إيران أنه يتم مثل هذا العملية، لكن الضغط على إيران، نحن نعرف الآن الملف النووي وما يدور من أجل الانسحاب منه أو البقاء فيه وتأثير هذا على السلام العالمي، لكن كلها يعني من وجهة نظري يعني كلها أعذار فقط وتمديد لأمد الحروب في المنطقة للاسترزاق والاستفادة منها أكثر قدر ممكن، وكذلك لخلق يعني بيئة يعني جيدة لأي حروب قادمة. يعني التصعيد الآن أصبح عالي جدا، ليس فقط في اليمن ولكن أيضا التفجيرات اللي حصلت أمس في الإمارات، فبالتالي هناك تحرك دولي غريب مريب في المنطقة. نحن نعرف خلفياته طبعا، لكن يظل المسرحية التي حصلت أو المحاولة التي يحاول المبعوث البريطانيين أن يعني يعملوها في الحديدة هي مجرد تحسين صورة وإشادة بالمبعوث الأممي. نعم، إذن برأيك ما هي خيارات الشرعية في حال أصرت الأمم المتحدة على تصوير ما حدث أنه انتصار للسلام وتحقيق لاتفاق ستوكهولم؟ خيارات الشرعية هي نفس خياراتهم عندما وافقوا على هذا الاتفاق، يعني الذي جعلهم يوافقوا على مثل هذه الاتفاقية هو ما سيجعلهم يرضخون لمثل هذه الأساليب. للأسف الشديد الشرعية يعني منزوعة الإرادة يعني إلى حد كبير، للأسف ليس لديهم القدرة على اتخاذ مواقف قوية، حلفائهم خذلوهم وخانوا العهد، فبالتالي لا أتصور أن لديهم الكثير ليتحركوا به، خاصة لتأخر الحركة أصلا يعني. نعم. يعني كيف أنه لا نعرف كحكومة شرعية، لا نعرف أنه بكرة بينسحب الحوثيين، ونعرف الخبر من ما هو الذي عملوه أصلا، ما هي البيانات اللي أصدرت أصلا من الشرعية قبل هذا الانسحاب، ما هي التحركات التي حصلت من قبل مثلا الوفود المشاركة في المشاورات من أجل
خلق الزخم التابع للشرعية لمثل هذا الاتفاق و يعني توضيحه للعالم. فأنا نعم. برأيي يعني ليس هناك الكثير ما ستقدمه الشرعية، ونحن فعلا أمام مأزق كبير، لكنه لن يكون أكبر من المآسي التي في اليمن كلها. يعني أنت الآن عندما نتحدث عن الحديدة، هي كانت مجرد محاولة يعني عدم الاستيلاء على ميناء الحديدة من أي طرف محدد، خاصة التحالف أو الشرعية، وكان هذا هو الهدف. للأسف أثبتوا مع الأيام أنه هذا الهدف، بالرغم أنه يعني أعذارهم في أنها المساعدات الإنسانية التي تصل عبر ميناء الحديدة أنها هناك حصار وأن هناك كذا. الميناء الحديدة من 2017 مسيطر تحت سيطرة الحوثيين سيطرة تامة، واستطاعوا أن يدخلوا منه الكثير من الإيرادات. فبالتالي ليس هناك أي عذر عندما نتكلم خاصة عن الحالة الإنسانية فيما يخص ميناء الحديدة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتورة سمية الثورة الناشطة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. إذن أنتقل إليك دكتور عبد الباقي، وأردت التعقيب على دكتورة سمية. سأعقب على عنصرين أو أؤكد عليهم. الانسحاب الأحادي غير ملزم، وبالتالي يعني أنه هذا الانسحاب من طرف واحد بعيد عن الاتفاقيات، وليس انسحابا، هو يعني لم يحدث في انسحاب، هو تم ما يسمى كنا نسميه يعني تحريك الكتائب، بمعنى تغيير الميليشيات، سلمت الموقع لميليشيات أخرى، وهذا ليس انسحاب ولكن سيتم استثماره لدى المجتمع الدولي. العنصر الآخر والخطير هنا، ورغم تحفظي على اتفاق ستوكهولم، تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبة موظفي الخدمة المدنية في محافظة. هذا أيضا خطير للغاية، بمعنى أننا سنخلق قطاعا منفصلا جديد، بمعنى أنه لدينا لم نكتفي بالقطاعات يعني الموجودة. هذا كيف السلطة الشرعية تقبل؟ لماذا السلطة سلمت بالهدنة الاقتصادية أن يكون البنك المركزي تحت إشراف الحوثيين؟ ورئيس الجمهورية اعترف أن لولا هذا الخطأ الاستراتيجي أنه الهدنة الاقتصادية وبقاء البنك المركزي لكانت المعركة انتهت في 6 أشهر. ثم الآن نجد تعز قطاع منفصل، ويعني نصفها هنا ونصفها هناك. الآن يعني الإيرادات، هذا يعني ليس لدينا سلطة شرعية ولا توجد سلطة مركزية، بمعنى سنوجد قطاع منفصل جديد في الحديدة. وإذن نحن أمام يعني هكذا لو عملنا خلاصة، في خلل، واليمن يتعرض إلى صراع إقليمي ودولي وصراع مصالح يعني يتجاوز يعني العمل هذا الضعيف الذي يفتقد إلى الاستراتيجية من قبل السلطة الشرعية. نحن الآن أمام، سيكون هنالك الأمم المتحدة تريد الحوثيين ينسحبوا لتدخل في الجغرافيا وتحقق نصرا لتسويق مبعوث الأمم المتحدة ولإنجاح المشروع البريطاني، تريد أن توجد في الجغرافيا اليمنية وأن تسحب من دول التحالف، ونحن لصالحنا خروج دول التحالف، لكن دخول الأمم المتحدة في جغرافيا مجزأة في هذه السلطة يعني مع بقاء الإمارات في الجنوب، نحن سنكون لدينا أمم متحدة موجودة في الحديدة، انفصال مالي البنك المركزي لمدينة الحديدة بمعنى قطاع منفصل، تعز قطاع منفصل، المناطق الجنوبية قطاع منفصل، مارب قطاع منفصل، صنعاء مع الحوثيين. يعني أين استعدنا نحن جغرافيا؟ إذن نحن أمام دول مهيمنة تتسرب إلينا عن طريق المجتمع الدولي، سلطة شرعية تابعة وتفتقر إلى أن تستقل عن دول التحالف. أنا أعتقد أنه يعني حوثيين ينسحبوا من طرف واحد، لا يوجد تصريح من قبل وزير الخارجية أو من قبل الحكومة أو من قبل رئيس الجمهورية، هذا في غاية الخطورة. ودول التحالف في وضعية دافع عن ذاتها، نحن لا علاقة لنا بالضغط الإخلاقي والضغط على دول التحالف على حساب قضايانا الوطنية. أنا شخصيا
متشائم جدا من اتفاقية ستوكهولم، لأن أعتقد أنها أعدت بشكل يعني ذكي واستراتيجي، بحيث أنها ترتبط فقط في المناطق الشمالية، وبالتالي لا علاقة لاستعابة السلطة منها، ستتوقف عند عبة انتشار في تعز لأنه العنصر الثالث إلى أن تفاهمت حول تعز. نعم. يعني أنه ليس غير كافي أنه ويخدم المشروع الاستراتيجي الغربي، سيكون لدينا جغرافيا متجزئة، سلطة ضعيفة، وجود حوثي بفعل استراتيجية دول التحالف. إذن الآن نحن يا عندنا خيارين، يا أنه كما طلبنا من قبل أنه توجد كتلة وطنية في الداخل اليمني وتحدث حراكا شعبيا وقيادات وطنية تقوم ب وتحالفات حزبية في الداخل وتتكتل وطنيا وتلتقي حول أفكار لإيقاف ما يخطط له. أبناء المناطق الجنوبية حتى الآن يتبعون بشكل عاطفي السياسة الإماراتية، لأنهم هم صحيح أنهم يعانوا من مظلمة ومن مخرجات لإدارة شؤون الدولة والمجتمع، وهناك إقصاء لهم وتعرضوا، لكن هذه مظلمة غير خاصة، يعني مش نوعية، تعز فيها مظلمة، المحويت مظلمة، صنعاء مظلمة، يعني نحن كنا أمام دولة فساد، وبالتالي كان الشعب اليمني برمته كل المناطق اليمنية. أنا كنت ضد أيضا مؤتمر الحوار أن يخصص لجنتين، لجنة صعدة ولجنة الحركة الجنوبي، كنا نريد أن نعالج المسألة الوطنية برمتها كمسألة وطنية. هذا الخطأ اللي تآمر عليه المجتمع الدولي وأفردوا، كان تآمر بن عمر أن يفرد، لأنه قضية صعدة أفرزت انقلابا في الشمال والحراك الجنوبي أفرز انقلابا في الجنوب، إذن كان هناك. وهناك أيضا لجنة مؤتمر الحوار الوطني كان من مجموعة من الأعداد فصلت عن الشعب اليمني وأصبحوا في فنادق خمسة نجوم ولا علاقة لهم بالحامل المجتمعي لمشروع مخرجات الحوار. نحن الآن بحاجة إلى عنصرين اثنين، كتلة وطنية في الداخل تتحرك حزبية ووطنية، نحتاج إلى يعني مجموعة من 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 السلطة الشرعية على الأقل أن تتحرك باتجاه إكمال الدستور، يعني استكمال الخطوات التي تم الاتفاق عليها، إعادة الحديث عن الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني وكيفية معالجة المسألة اليمنية، وضع استراتيجية وإعادة ترتيب العلاقة الآن ليس مع الإمارات والسعودية، الآن عليها أن تعيد ترتيب خيارتنا المستقبلية مع أمريكا وبريطانيا والصين وروسيا. نحن الآن أمام صراع دولي جغرافيته اليمن، نحن الآن الصراع في اليمن مرتبط بالصراع مع إيران، مرتبط بطريق الحرير، مرتبط برغبة بريطانيا بالعودة إلى الجغرافية الاستعمارية التي كانت لها منذ 1839. نحن أمام صراع عليك، أنت عندما تدير معركة وأخطر ما هذه أخطر ما في الواقع اليمني. نعم. إنه لدينا تشظي في الهوية الوطنية، تشظي بمعنى لدينا هويتين، لكن ولم نعمل حتى إعلاميا أو حتى وسائل الإعلام أو حتى الخطاب يعمل على لملمة هذه الهوية وإيجاد قواسم مشتركة. لدينا المجتمعات المتغيرة، المجتمعات الحديثة المتغيرة بمعنى التي هي قبلية ومناطقية، عندما تفشل الدولة تستدعي هويات أولية. يعني إذن حضرمي، تعزي، إبي، يعني هذه الهويات تعاد وتمارس في اللاشعور السياسي ضغط على الأفراد. طيب عندنا أزمة هوية وتشظي للهويات الأولية سابقة للدولة، وهويتين وطنيتين، ولدينا سلطة خارج الجغرافيا وفاقدة الاقتدار وحلفاء يضعفها. إذن نحن لدينا تشخيص الحالة، التشخيص موجود، عليك أن توحد المزاج الشعبي، عليك أن تعيد علاقتك مع دول التحالف العربي الإمارة والسعودية، وأن تخرج للشعب الآن. لا يخرج الرئيس للشعب اليمني ولا رئيس حكومة، لكن رئيس الحكومة ما عليش، لأنه ما لش دعوة في السياسة، هذا رجل يعني يمكن يعني مش عارف، يعني ما لش دعوة، الموضوع مش تبعه. يعني نحن قالها بوضوح من البداية، اختصر على نفسه المسألة. يعني إنه يعني إذا كان هو ما لش دعوة في السياسة، من له دعوة في السياسة؟ احنا بحاجه الان التشخيص الشعب اليمني، لو سالت واحد يمني بسيط يعاني بيقول لك انه نحن لدينا ازمه هويات، معروف مساله، كيف يمكن لي ان اوحد الهويه الوطنيه اليمنيه او اجسرها؟ هناك مزاج شعبي. هذا يا دكتور ما يفترض به او ما يفترض على الحكومه القيام به،
منذ البدايات. لكن لو أتينا الآن لخطوة لما يحدث، يعني مثلا بالأمس عادت الاشتباكات في الحديدة من كل الجبهات، هل تعتقد أن الشرعية والتحالف ممكن أن يستأنفوا التصعيد العسكري كنوع من الضغط؟ طالما نحن مرتبطين بدول التحالف، شوفي الآن مثلا ما يحدث من تفجيرات في المحيط، قد يحدث وقد لا يحدث، هناك تهيئة للضغط على إيران. الإمارات والسعودية لن يقدموا أكثر مما قدموا الآن، لأنه أهم هدف لهم لتحقيق الفوائد بقاء السلطة مهاجرة. الإمارات مثلا مسيطرة على الموانئ، هذا هدفها الاستراتيجي. الأمريكان سيدخلون والبريطانيين في لحظة لاحقة عندما يتم إيجاد فراغات لجماعات تنظيمات إرهابية أو إرهابية مصطنعة، وقد تفجر بعض البواخر أو قد يصورها، وقد يتحدثون في الإعلام أنه تم قرصنة بعض السفن على السواحل اليمنية، مما يستدعي وجود قوات غربية لا لمواجهة إيران يا لحماية الملاحة البحرية، وبالتالي هناك عودة وهذا مخطط له. بالتالي هنا نحن الآن عندما كسلطة شرعية عليها أن ترسم كيف ستعيد علاقاتها مع الشعب اليمني في الداخل. الآن لديك هويات متشظية، لديك ما يسمى بالقطاعات المنفصلة، كنا نقول تعز وحدها قطاع منفصل، طرح مارب قطاع منفصل، تعز قطاع منفصل، المناطق الجنوبية حضرموت قطاع منفصل، يعني لا جغرافية متماسكة ولا نسيج اجتماعي متماسك ولا مذهبي سنة وشيعة، يعني سنة وزيدية وشيعية قد دخلت بعضها، ولا لديك هوية وطنية مشتركة. الهوية الوطنية المشتركة الآن مثلا خيارات ورهانات أبناء المناطق الجنوبية مختلفة عن رهانات أبناء المناطق الشمالية، وهناك تداخل. بالتالي كيف يمكن لك أن تدير معركة وأنت منشظي؟ كيف يمكن لك أن تدير معركة وأنت ما يسمى باحتكار العنف الشرعي مجزأ، بمعنى هناك حزمة أمنية، حزام نخب حضرمية، نخب شبوانية غير تابعة لك. إذن نحن بحاجة إلى الوقوف بشكل يعني خطير، لأنه الرئيس الجمهورية إذا استمر، واسمحي لي يعني أتكلم بصراحة، إذا استمر مع شوية العيال اللي حوله نحن في كارثة. أنا أقول شوية عيال وقلتها 20 مرة وأكررها، فليسمعني رئيس الجمهورية، إنه إذا استمر مع شوية العيال هذولا اللي هم أصبحوا منظومة فساد، إذا استمر بهذه الطريقة في الرياض ولا يوجد لديه فريق استشاري في حاجة اسمها علاقة عامة، في فريق يدير العملية ما يسمى بالعلاقة الدولية، في فريق يقدم المظلمة اليمنية ويقدم بلغات أخرى، بلغات مختلفة، في فريق اقتصادي يتحرك، في فريق اجتماعي، فريق اجتماعي تعبية وطنية، في فريق ما يسمى بإعادة إيجاد ما يسمى بالقواسم المشتركة مع الشعب اليمني في هويته الوطنية. نحن الآن لدينا خطر شديد. الآن الحوثيين يعيد تشكيل الذاكرة الوطنية، يعيد تشكيل نشأ. إذن تحديات كبيرة. ماذا تريد بريطانيا؟ ماذا تريد أمريكا من اليمن؟ واضح. ماذا تريد روسيا؟ الصين ماذا تريد؟ هذا جانب آخر، هذا جانب خطير. هذا على السلطة الشرعية أن يكون لديها خبراء بالمصالح الدولية في الجغرافيا اليمنية هذه الدول، ثم دول الخليج العربي، هذه التحالف العربي ماذا يريد من اليمن، وتعيد ترتيب علاقتك به. ثم الداخل اليمني، أنت الآن ضعيف جدا، يعني أصبحت الآن حتى صورة السلطة الشرعية، نحن الآن صورتها في الشارع اليمني تم إحراقها، يعني الناس ثارت ودفعت دمها، وساحة التغيير وتضحيات وانقلاب وتشرد، ونحن في بقاع العالم واليمنيين تبهذلوا في كل الدنيا، ثم تأتي تقدم نموذج أسوأ من النموذج، وهذا يخدم الثورات المضادة، لأنه تأتي نوع من النوستولوجيا يقول لك كنا نحن بخير. إيش قدم عبد الرب منصور هادي؟ ما طلع ابنه بدل أحمد علي؟ ما فريق اللي حوله هو نفس الفريق اللي حوله، ونفس التعيينات، نفس الفساد، نفس المحسوبية. خرجنا من سنحان رجعنا إلى أبين وإلى منطقته. عليه هذا الرجل، وأكرر، ومجموعة العيال اللي حوله، إذا استمروا العيال حول هذا الرجل علينا نحن، وأنا أقول حتى لو العيال استمروا، أي رئيس حكيم، يعني أنت تدير معركة ليس هدفها، الحوثيين أضعف الأطراف مدعوم لكن الطرف الضعيف، أنت تدير معركة في صراع دولي داخله، صراع دولي
كيف يمكن لك أن يكون معك ملفات؟ كيف أقيم علاقات مصالح مع أمريكا بدل ما تكون الإمارات هي الوكيل لمكافحة الإرهاب؟ السلطة الشرعية. علي عبد الله صالح كان عنده قاعدة مصطنعة وكان يدخل مع الأمريكان في علاقة أنه هو الحامي، هو الذي سيواجه المنظمات الإرهابية. يا أخي بدل ما تكون الإمارات هي الضامن والحامي، وهو وهم طبعا المنظمات الإرهابية هي يعني عبارة عن عذر، لكن في الأخير أنت الوكيل، لا تقدم طرف دول التحالف إن هي 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 الضامن. الآن ما فرنسا يتركون الحوثيين يتقدم في الجنوب، يتقدم في الجنوب، يقول أبناء الجنوب شوفوا يعني إحنا يعني لولا إحنا أنتم يعني الإشكالية أيضا دكتور، يعني حاولنا اليوم التواصل مع رئيس اللجنة الحكومية صغير عزيز لكنه رفض الظهور وقال إن سبب رفضه أننا قناة تنتقد التحالف، يعني حتى أصبحوا متحدثين باسم التحالف. طالما أن أنا أعرف أنا قابلت ضرقل تقريبا مرة، طالما ما في حد يعني يرضى على انتقاد سيدك، يعني هذولا يعني إذا كان مرتباته ودعمه هو من دول التحالف عليه أن يدافع عن سيده. بالتالي نحن أنا قلتها 20 مرة، أقول طالما أن هذه السلطة تستلم مرتبات ومن دول التحالف لن تكون مستقلة، تنتقد دول تعال دافع عليها وخليها يحبوك، بيقولوا الراجل طلع ببلقيس ودافع عننا، بيرفعوا له مرتب شوي، بيجيبوا له يعني نفريات رمضان 27 رمضان جاي الآن، بيحصل له كمان دفعة. عليه أن يتحدث، نحن ما لما يتكلم الآن لا يطلع بالقيس فين بيطلع؟ هو مطلوب هذا الرجل عليه أن يقف أمام الرأي العام وعلينا أن نحاكمه، لأنه أم للأسف الشديد لا يهمه، لا ليس لا يهمه، لا هو يعتقد الآن يعتقد كل هذه المواقف التاريخية لهؤلاء الذين ضحوا بمستقبلنا وسيادتنا، يعني هو يعني يريدنا أن نستمر بعدم كشف هذه الأخطاء، بعدم المواجهة. المشكلة دكتور أنهم ملكيون أكثر من الملك، ليس ملكيون، يعني هؤلاء يظهر معنا محللين سعوديين ولا يظهرون اليمنيين، لا يعني لا هؤلاء مرتزقة، هؤلاء أصبح لهم مرتباتهم، لديهم شقق، لديهم مشاريع، وبالتالي يعني أصبح الآن هو متكيف مع الحياة. نعم. يعني لا يستطيع. اسمحنا دكتور أن نعود فقط لموضوعنا، لو فتحنا هذا الموضوع لا لأنه يعني لأنه لو سمحتي لأنه استفزني جدا، لأنه مش من حقه إنه هذه قناة يمنية تنتقد دول التحالف أو لا تنتقد دول التحالف، عليه أن يصعد لأنه مسؤول أمام الرأي العام. وبعدين هو الآن ليس الصغير يعني يمثل ذاته، هو الآن يمثل فريق متعلق به سيادتنا، متعلق في مستقبلنا، عليه أن يصعد حتى لو تحدثنا عنه ووجهناه نقد، لا نتحدث عن شخصه، نحن نتحدث عن قضية وطنية، عليه أن يصعد. وعلى أيضا حتى الناطق الرسمي للحكومة، هو ناطق رسمي يعتبر وقف، لأنه يعني وقف لكل رؤساء الحكومات، لم يعني من المفترض أن الناطق الرسمي طالما أنه وقف يعني وقف مع الوزير باسندوا ثم وقف مع الوزير الثاني يعني حتى تواصلنا مع أيضا وقلبي أن المعني بهذا الشأن هو صغير عزيز، ولكن طالما أنه هو الناطق الرسمي للحكومة، لكن نسينا أنه رئيس الحكومة أيضا ما له دعوة في السياسة. إذن الحادثة أيضا دكتور التي حصلت في ميناء الفجيرة أمس، هل تتوقع أن يكون لها تأثير أو انعكاس على ما يحصل في اليمن، خاصة يعني ونحن نعلم أن الإمارات هي رأس الحربة في معارك الحديدة؟ علينا أن نكون صريحين، في هنا غموض في المسألة، لكن هو هناك يعني تهيئة المنطقة لمواجهة مع إيران أو إخضاعها، لكن كل العرب الذي يعتقدوا أن أو الخليجيين بالذات السعوديين يعتقدوا أنهم أن الولايات المتحدة الأمريكية وترامب تحديدا سيحارب بالنيابة عنهم واهمين. يعني هم ذهبوا إلى العراق ودمروا العراق وسلموها لإيران ودفع العرب الأموال، وهي ليس مصلحة الذي أدخل صدام حسين إلى الكويت. الأمريكان عندما أعطوا الموافقة عن طريق السفيرة وقدم الضمانات أن الأمريكان ليس لديهم مانع، وخدعت هي أيضا كما تقول أنها خدعت من الإدارة بتاعتها، لكن كم الهدف؟ تدمير البوابة الشرقية بحيث إسرائيل ليس ليكون مصر تدخل في اتفاقيات بعد البوابة الشرقية اللي هي العراق. معروف تاريخيا أنه إذا توحدت مصر والعراق وسوريا تكون القدس أقرب إلى هذه المنطقة. إذا أخرجوا مصر باتفاق كامب ديفيد وإدخالها في علاقة منفردة، الأخطر كان الذي يشكل خطر ويعطي للعرب طموح أنهم يستعيدوا القدس كانت العراق. الآن العراق أصبحت مجال إيراني بالرغم أنها حققت المصلحة الإسرائيلية، يعني الإسرائيليين
حققوا الأمن القومي الإسرائيلي بأموالنا وعلى حساب دمنا وعلى حساب العراق بكل تقدمه. وبالتالي الآن يتم تهيئة المنطقة، ولكنهم سيحافظون على إيران، لأنه إذا راحت إيران لا يستطيعوا أن يمشوا ما يسمى اتفاقية القرن، ولا يستطيعوا أن يصبح التهديد الأول للمنطقة إيران وليس إسرائيل التي يريدون أن تكون حليف. يعني لكن نستطيع أن نعدل هذه، لكن أدعو في آخر الوقت أدعو أن نخلق تكتلات في الداخل اليمني وطنية تعمل على خلق يعني تحفيز السلطة الشرعية، رغم النقد الشديد لكننا في موقف يعني أن نحن مع السلطة الشرعية، نحن بحاجة إلى التحرك في الداخل والتحرك في أستاذ دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.